بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في اولى حلقات برنامجكم الجديد عطاء الرحمن. معاكم دكتور حسام عبد الرحمن، اخصائي استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري ومناظير البطن والرحم. في الحقيقه البرنامج ان شاء الله في الحلقات دي والحلقات المتتاليه هنبدا نتكلم عن كل ما يخص النساء والتوليد والمشكلات اللي بتحصل في النساء والولاده، زي تأخر الإنجاب والحمل الإجهاض المتكرر والحمل الخطر ومتابعته، المناظير الجراحية، وسائل الحقن المجهري في المساعدة في كوسيلة من وسائل الإخصاب المساعد. إن شاء الله الحلقة النهاردة هتبقى عن تأخر الإنجاب. في الحقيقة الحلقة النهاردة اتكلم فيها أساتذة كتير جدا وأفاضل، والموضوع يستحق العناء. يعني احنا انتشار الأوبئة والتلوث اللي موجود في البيئة حاليا في كل المجتمعات، بس يمكن المجتمعات العربية والمصر يمكن برضو التلوث في كل حاجة، في الهواء، في الجو، الشرب، الأكل، التلوث السمعي البصري، زيادة معدلات التدخين، زيادة معدلات العادات السيئة، تناول الخمور والمخدرات، العادات السليمة الصحية بقتش موجودة، مفيش ممارسة رياضة، مفيش نظام غذائي صحي معين، بالإضافة للحالة اللي احنا فيها، حالة الاكتئاب المتكررة دي بتأثر على الفرد والصحة الإنجابية للمرأة وللراجل، وبالتالي بتأثر على تأخر الإنجاب. بالنسبة لي الشق الثاني، ان انا لو فكرت ان انا ادور على موضوع ممكن يكون لامن جميع انواع فروع طب النساء والتوليد، مش هلاقي زي تاخر الانجاب. هو الفكره من اني اتابع السيده عشان يحصل حمل، مش ان انا اتابعها لغايه ما يحصل حمل فقط، يعني المفروض ان انا اتابع السيده يحصل حمل وان انا امر بيها بالحمل ده فتره امنه عشان تولد ولادة آمنة ويبقى معاها بيبي في حضنها. فتقريبا أنا باخد في, 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 في طيات الكلام والبرنامج كل ما يخص علم النساء والتوليد. بالنسبة لموضوع حلقتنا النهاردة تأخر الإنجاب، هو تأخر الإنجاب لما بنيجي نعرفه هو عدم حدوث إنجاب بعد مرور عام كامل من الحياة الزوجية المستمرة المنتظمة، وده بنسميه تأخر إنجاب أولي. حاجة زوجية منتظمة معناها إن الزوجين متواجدين في فترة العام دول مع بعض، يعني الزوج ما بيسافرش سنة ويرجع شهر كل سنة، أو 3-4 شهور يرجع فيهم أسبوعين ثلاثة، وممكن ما يكونش بيسافر خالص ومتواجد، بس الفترات بتاعة الجماعة فترات متباعدة، فمتأديش لفرص جيدة لحدوث الحمل. الأسباب اللي ممكن تخلينا إن إحنا نقول ده بالإضافة للتأخر الحمل الثانوي اللي هو مرور عام برضو، ونفس الكلام مرور عام بس تكون السيدة حملت قبل كده أو أجهضت، فمرور عام بعد توقفها عن الرضاعة أو مرور عام بعد آخر إجهاض أو توقفها عن استخدام الوسيلة اللي كانت بتستخدمها. تأخر الإنجاب في انتظارنا العام ده بيبقى ليه كيفية، يعني هو الزوج والزوجة بيجوا غالبا بيبقى معاهم الأسرة، والاضطراب اللي بيبقى موجود في الأسرة ده بيبقى موجود أكتر يمكن في مجتمعاتنا الشرقية، والشعب المصري بيبقى شغوف قوي إن هو بعد الجواز يمكن لو الدورة عدت مرة أو اتنين أو تلاتة بالكتير، ده الصبور يعني بيبدأوا يلجأوا لله. لكن احنا المفروض نفهم الزوجين، نفهم الحمل اللي جاية، نفهم الـ 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 الأم في الطرف الآخر، احنا ليه بنستنى سنة؟ احنا بننتظر سنة لأني طب احنا هنتوقف ونتكلم. احنا معنا اتصال، اتفضل. ألو، السلام عليكم. أم حنين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. أهلا وسهلا يا أم حنين. الله يسلمك. لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، أنا حملت، أنا معايا الحمد لله معايا بنتين. معاكي بنتين؟ كده عندهم كام بنتين. عندهم كام سنة يا أم حنين؟ واحدة 5 وواحدة 2.5. تمام يا أم حنين. حضرتك أنا حملت بعد البنت الثانية مرتين اثنين.
معلش ما سمعتكيش. حملت بعد الثانية مرتين. تمام. ونزلت بسبب ضعف الجنين بتاع ما بنتجش في نبض. نزلتيهم في الشهر كام يا مدام؟ واحد على 6 أسابيع وواحد على 7 أسابيع. تمام يا مجد معاكي. فأنا دلوقتي حضرتك أنا حامل، أنا كنت عملت تحليلة قبل ميعاد الدورة بيومين. تمام. أنا كان ميعاد الدورة يوم 25، أنا عملتها يوم 23 ما بانش فيها حمل. تمام. تحليل دم. أنت آخر دورة كانت إمتى؟ يوم 25. 25 كام؟ 25/3. 25/3. تمام معاكي. يعني 2/5 كنت شهر. تمام معاكي اتفضلي. او 25/3. ايوه 25/3 يا دكتور. تمام معاكي. عملتي تحليل امتى؟ يوم 23. يوم 23/4. 23/4. تمام. عشان اشوف انا حامل ولا لا، هي تحليل الدم يعني كان بيبان فيها الحمل على طول، فعملتها ما بانش فيها حمل المره دي خالص. وبعدين؟ وبعدين البايرود فضلت متاخره عندي اسبوع، عملتها تاني بان اكتشفت ان انا حامل، حتى الدكتور قال لي في حمل نسبته قويه باينه قويه في الحمل يعني في الدم. كام؟ كان طالع نسبته كام؟ اللي هو التحليل الرقمي. لا لا انا ما كنتش عامله رقمي، يعني كنت عاملاه في الدم بس كانت الشرطه الثانيه كانت باينه قوي. ده كده يبقى نسبته عاليه، طيب اوكي معاكي، وبعدين؟ فانا رحت اكتشفت عند الدكتور بتاعي، هو مشينا يا دكتور على الكالهيبارين على طول يعني دم. الكالهيبارين، تمام معاكي. فانا رحت قال لي في نقطه دم يعني باينه في بس مش حمل قوي يعني. فانا دكتور معلش بقى انا اللي قلقني دلوقتي ان هو كاتب لي الكالهيبارين مرتين في اليوم. ماشي. طب حضرتك عملتي اي تحاليل في الاجهاضات اللي فاتت ديت؟ عملتي اي فحوصات او تحاليل عشان تكتشفي ايه سبب الاجهاض؟ لا هو قال لي سبب الاجهاض المناعه، ضعف المناعه، قال لي جهاز المناعه عندي بيطارد الجنين لان عندي مناعه ضعيفه. بس كده. ما عملتش اي حاجه، ما تعرفش مني يعني عارف ازاي ان الجهاز المناعه بيطارد الجنين؟ عملتي تحاليل؟ عملتي تحاليل وظهر فيها كده؟ فاكره اسم التحاليل؟ انا عملت تحاليل قبل كده اللي هي التحاليل اللازمه كلها للحمل، بس الحمد لله كويسه عندي يعني. ده قبل ما تجهضي ولا بعد الاجهاض؟ لا في الولاد اللي معايا قبل كده يا دكتور. لا بعد ما سقطتي المرتين حضرتك عملتي اي تحاليل او فحوصات؟ لا ما عملتش بصراحه. تمام. بس انا كنت متابعه مع الدكتور كان ماشيني على يعني معين ودواء معين عشان ماشي عليه يعني. حضرتك اخر سونار عملتيه امتى؟ اخر اشعه تلفزيونيه اللي هو جهاز التلفزيون اللي عند الدكتور يعني؟ ايوه. انا عاملاه من قيمه 7 ايام. من 7 ايام عملتيه حضرتك من البطن ولا من تحت من عن طريق المهبل؟ الاثنين، عامل لي اثنين، عملت بطن وعامل لي ظهر. ايه اللي عن طريق المهبل؟ قال مفيش، قال لي تقريبا في نقطه دم يعني بتدل ان في حمل بس مش باين قوي يعني. في نبض؟ قال لك الجنين في نبض؟ الاتصال انقطع. طيب هو يعني بالنسبه لام حنين المفروض ان بعد الاجهاضين اللي حصلوا كانت تعمل تحاليل وافيه ممكن نعرف منها اسباب الاجهاضات. لو ان الاجهاضات اللي هي في الفتره الاولانيه خالص من الحمل دي بتبقى معظمها اسبابها نتيجه مشاكل في الكروموزومات والجينات، واحيانا بتيجي بنسبه كبيره قوي مع الناس اللي بيعانوا من تكيس مبايض لان بيبقى كفاءه البويضات ضعيفه جدا ما بتكملش الحمل في الفتره الاولانيه. بالنسبه للجزئيه بتاعه السونار، هو المفروض ان احنا كقاعده كده الاشعه التلفزيونيه في الفتره الاولانيه في اول شهرين من الحمل او اول 3 شهور من الحمل ممكن نستخدمها برضو، بتستخدم عن طريق المهبل، بتبقى اوضح بكتير. المفروض ان الطبيعي بتاعنا على 5 اسابيع تقريبا يظهر بالجهاز الاشعه التلفزيونيه عن طريق المهبل الجزء بتاع كيس الحمل. تبقى في مشكله دايما بتحصل معانا ان الست تروح تعمل اشعه تلفزيونيه وبعد الاشعه التلفزيونيه تطلع الدكتور او الدكتوره يقول لها انا شايف الكيس وكده بس الكيس ما فيهوش نبض، معلش احنا هنستنى اسبوع كمان. تيجي بعد اسبوع ده لسه ما فيش نبض برضو بس طب نستنى اسبوع كمان. هو المفروض ان في حاجات محدده ان انا لو شفتها حاليا اقول لا ده الحمل ده مش هيكمل، ده خلاص اجهاض، وما انتظرش ما اعرضهاش لان انا اخليها قاعده مريحه نايمه في السرير بتاخد مثبتات على امل ان يكون في حمل واصلا هي ما فيش حمل من اساسه. المفروض ان اي سيده بتعمل اشعه تلفزيونيه ونلاقي كيس الحمل 2 سم او اكتر المفروض ان احنا نلاقي فيه جنين.
لو عملنا الاشعه التلفزيونيه ولقينا ان كيس الحمل حجمه 2 سنتي او اكتر وما لقيناش جنين ما ننتظرش، دي معناها ان الـ 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 ده اجهاض. لو جينا لقينا كيس الحمل موجود وجواه جنين طوله على الاقل 6 ملي او اكتر وما لقيناش فيه نبض يبقى ده برضو اجهاض. يبقى في الحالتين انا لو حصل كده وبصيت على الاشعه التلفزيونيه ولقيت دول ما انتظرش وما ضيعش وقت على السيده. بالنسبه لام حنين برضو الحقن الكالهبارين في الحقيقه ان احنا بنستخدمها في حاله وجود اجسام مضاده وبتعلي نسبه التجلط في الدم، بس هي طريقه عملها بيبقى عن طريق ان هي بتحسن الدوره الدمويه في المشيمه وبتمنع الجلطات الصغيره دي اللي بتاثر في تكوين المشيمه من اساسه، يعني مش في الاجهاضات بتاعه 6 اسابيع و7 اسابيع معانا. فيا ام حنين يعني المفروض انت هتكرري الاشعه التلفزيونيه عند دكتور متخصص بحيث يقول لك شكل الكيس بالظبط عامل ازاي واذا كان في نبض ولا لا، والمفروض انك انت تعملي التحاليل الخاصه بالهرمونات بتاعه التكيس المبيض، لان برضو من ضمن الاسباب الكبيره قوي في الاجهاض في الفتره الاولانيه ان يكون في تكيس مبيض، وان يجب قبل الحمل القادم ان احنا لو ده لا قدر الله في اجهاض او ما كانش لو كان جنين كويس تقومي بالسلامه باذن الله، ان احنا نشوف التحاليل الهرمونيه بتاعه المبيض لعلاج اي خطا فيها. احنا هنرجع ان شاء الله بالنسبه لموضوع تاخر الانجاب. احنا اتكلمنا وقلنا ان ليه احنا بنقول اول سنه ضروري قوي ان انا انتظر فيها، لان في اول سنه المفروض ان لو سيبنا زوجين لوحديهم هيحصل حمل طبيعي تلقائي في حدود 85% من اللي بيتجوزوا طبيعي في اول سنه مع نهايه اول سنه بيحصل لهم حمل طبيعي. 60% منهم او في حدود من 50 ل 60% بيحصل في اول 6 شهور. هو ليه الحمل ما بيحصلش على طول؟ ليه بندي لهم فرصه 12 شهر سنه؟ لان مش كل شهر بيحصل فيه جماع بيبقى لازم يحصل فيه حمل، نسبه حدوث الحمل في كل دوره بيتراوح ما بين 20 ل 25%. فاحنا لما بنزود عدد الشهور بنزود احتماليه حدوث الحمل. معانا اتصال. اتفضلي مدام ناهد. اتفضلي يا مدام ناهد معاكي. ايوه يا دكتور. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا دكتور من عند بنت عندها 6 سنين ومن ساعتها ما حبلتش. الوالده بنت من 6 سنين؟ من 6 سنين ولق طبيعي، وبعد كده جاتني دهون على المبايض ما مشيتش بالعلاج، عملت عملت عمليه ايه؟ عملت جراحه. جراحه ايه يعني، في البطن ولا من تحت؟ لا في البطن. انت مش فاكره ايه هي يعني؟ منظار يعني؟ لا مش منظار، جراحه شالوا لي كيسين دهن. كان كيس دهن. كيس دهن على المبايض. ده فتحوا بطنك وشالوا لك اكياس من على المبايض. وبعد كده يا دكتور خدت منشطات كثيره ما حملتش. جا بعد كده عملت اشعه بالصبغه طلعت التصاقات على الانابيب. التصاقات على الانابيب في الناحيتين؟ راح الدكتور طلب مني منظار، عملت سلك الانابيب وقال ده في كيس على المبايض اضطر يفتح فتح. طيب يعني هو عمل لك المنظار وطلع فيه كيس على المبايض. قال لك الكيس ده كيس عادي ولا كيس دم؟ لا قال اول ما هو قبل ما يفتح قال ده كيس، اخر ما فتح ما لقيش كيس، لقى زي المصارين جايه على المبايض متلخبطه زي، قال لي معنكبتها كده. وقفل تاني يعني ما عملش حاجه. عدل المصارين قال لي ونضفتها وخيط تاني وعمل لي سلك لي الانابيب. زعلان من اللي سلك لك الانابيب؟ هو احنا نسينا نسالها عن هي عندها كام سنه اولا، وبعدين بصراحه يعني الحاله اللي اتصلت دي اللي حصل ده يعني جريمه في اني انا افتح بطن عيانه عشان اخرج كيس وعيانه ايه بتدور على الانجاب، يعني المفروض ان هي رايحه للدكتور على اساس ان هو يعالجها من تاخر الانجاب. طبعا اي جراحه بنعملها في الحالات اللي زي كده لازم تكون عن طريق المنظار الجراحي عن طريق البطن، تبقى فتحه صغيره من تحت الصوره او في الصوره نفسها، وبنستخدم فتحات تانية
من جنبين. فانا دلوقتي المفروض ان هي احنا هناخد اتصال الاول ونرجع نكمل الموضوع بتاعنا. استاذ حسن، استاذ حسن اتفضل. اتفضل استاذ حسن، السلام عليكم. الاتصال القاطع، انا استكمل. فحضرتك بالنسبه للمنظار اللي حصل، انت عملتي طبعا فتح بطن، عملت شلك الاكياس دي عن طريق فتح البطن، وغالبا اشك يعني الاكياس دي تبقى كانت اكياس دمويه او اكياس نتيجه بطانه الرحم المهاجره. عملت التصاقات رهيبه بعد العمليه، الاشعه بالصبغه اللي انت عملتيها في الاول وقالت ان في التصاقات، غالبا التصاقات دي كانت بتاعه بطانه الرحم المهاجره. في الحاله دي الانابيب غالبا هتبقى مش سليمه، وهنضطر ان احنا نعمل لك حقن مجهري طبعا بعد تظبيط الهرمونات بتاعتك، لان واضح انك انت خدتي فتره كبيره قوي بعد الولاده. نشوف لك جميع الهرمونات اف اس اتش وال اتش وهرمون اللبن، خصوصا هرمون اللبن مهم جدا في حالتك، وبقيه الهرمونات بتاعه الخاصه باضطرابات او تاخر الانجاب. في المنظار الجراحي بالنسبه لخصوص دلوقتي المتخصصين بداوا يستخدموه في ان هو يشيل بيه اي حاجه ممكنه واي كيس باي حجم، وبيتعامل حتى لو كان في ورم ليفي حجمه كبير، لو كان في كيس حجمه كبير، كيس دموي، كيس لا، بيبقى في حرفيه في التعامل مع هذه الاكياس. نرجع لموضوعنا، احنا قلنا ان تاخر الانجاب بنسيبهم سنه على الاساس يبقى بنديهم الفرصه عشان يتحقق الحمل، وهو اكبر اختبار لخصوبه الراجل وخصوبه الست هو حدوث الحمل نفسه، بدون تحاليل، بدون فحوصات، بدون اي شيء. بالنسبه للاسباب اللي بتؤدي الى تاخر الانجاب، تبقى اسباب غالبا بتبقى اسباب الراجل والمراه متساويين فيها، 35% راجل و 35% للسيده، ومن 15 ل 20% اسباب مشتركه، وفي حدود من 10 ل 15% اسباب غير معلومه السبب. معانا اتصال. مدام دعاء اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ اتفضلي يا مدام دعاء. الو. ايوه سامع حضرتك. بس دكتور انا عندي مشكله عايز اقولها لك. اتفضلي. بص انا مدام مش انسه يعني. ايوه مدام دعاء. انا بتجيني الدوره. ايوه سامعك. لما بتجيني الدوره بتجيني بألم شديد. ايوه. وبيجيني الم يعني اسفل البطن كده، يعني الم شديد، ولو اكلت اي حاجه دايما باستمرار ارجع دايما، لو شفت شويه ميه ارجع، والم في كل مره تجيني. طب انت معاكي يعني. معاكي اولاد يا مدام دعاء؟ لا. متجوزه بقالك قد ايه؟ يعني انا كنت حامل بس ما حصلش نصيب يعني ونزل. يعني سقطتي في قد ايه حضرتك؟ في 4 شهور. طيب انت عندك كام سنه يا مدام دعاء؟ عندي 25 سنة، بس أنا كنت حامل، كان الدكتور بيقول لي إن في كيس مية وإداني علاج، وقال لي إن هو راح بالعلاج، بس من ساعتها حتى الدورة يعني. متجوزة بقالك كام سنة يا مدام دعاء؟ من سنتين. طب السقط ده حصل من إمتى؟ اللي هو من 4 شهور ده حصل من إمتى؟ ده من سنة، من سنة ونص يعني. من يعني أول ما اتجوزتي تقريبا، يعني بعد 6 شهور من الجواز. أول ما اتجوزت بعد ما اتجوزت بشهرين. وعملوا لك عملية تنظيف ساعة السقط ده ما حصل؟ أيوه. طب انت ما دورتيش بعد كده على الحمل؟ ما عملتيش اي فحوصات او تحاليل؟ لا ما عملتش اي حاجه. ولا جوزك عمل تحاليل ولا فحوصات؟ لا ما هو مسافر. جوزك مسافر، يعني انت بتساليني فقط عشان الالم بس؟ عشان انا متدوره. طب انا ممكن هي بتاجي منتظمه وفي ميعادها، بس يعني لونها داك مش طبيعي. معاكي يا مدام دعاء، انا عايزك بس تقولي لي الالم ده شكله ايه؟ يعني بيبدا ازاي؟ قبل الدوره ولا بيجي اول يوم الدوره؟ لا من قبل الدوره. من قبل الدوره بكام يوم؟ من قبلها باسبوع ممكن، والم شديد لدرجه ان انا يعني ما اقدرش كده. طب يعني احط طولي كده. لما بتنزل الدوره يا مدام دعاء، لما بتنزل الدوره بترتاحي ولا بيبقى الالم لسه مستمر؟ مع نزول الدوره لا بيبقى فيه الم. بيبقى فيه واستمر معاكي فتره. بيبقى بعديها باسبوع. تمام. طب انا هرد عليك يا مدام دعاء، هرد عليك. ماشي. وبالنسبه لمدام دعاء، المفروض الـ الالم ده يعني
شكله يتماشى مع الالام اللي بيحدثها مرض بطانه الرحم المهاجر. وبيبقى الالام بتزيد قوي في الفتره الاسبوع او الاربع خمس ايام قبل الدوره، وتبدا مع بدايه الدوره تستمر وتقل شويه وترجع تيجي تاني. هو بيبقى عباره عن وجود احتقانات دمويه، يعني بطانه خارج الرحم عباره عن خلايا زي خلايا الرحم موجوده في مكان غير الرحم، فبتنتفخ مع الدوره الشهريه وتبدا مع نزول الدوره يحصل فيها الاحتقانات دي فبتسبب الالم ده، بالاضافه لان هي بتسبب التصاقات جوه الحوض. الالتصاقات دي بتؤدي الى زياده في الاحتقانات اللي ممكن تحصل جوه الحوض وبتزود الالم. احيانا برضو الالام ديت بتبقى ناتجه عن احتقان الحوض عامه، نتيجه وجود ورم ليفي، نتيجه وجود عادات سيئه يعني امساك فتره مزمنه، ونتيجه التهابات مزمنه بيحصل احتقانات في الحوض يؤدي الى وجود الالام دي. يعني ممكن احنا هنحتاج فحوصات بس لما جوزك يجي بالسلامه، شويه فحوصات كده معينه عشان موضوع الالم وعشان موضوع الحمل باذن الله. مدام هدى معانا. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه حضرتك يا دكتور، انا مدام هدى، انا بس بتصل بحضرتك اشكرك على الهوا ان انا حضرتك قعدت سنه وفي خلال شهر واحد بصراحه متابع معاك حضرتك، ربنا كرمني على ايد. الله يخليكي، هو الكرم من عند ربنا يعني. هو قلت اشكرك بس على الهوا. هو الله يخليكي، كلك ذوق، متشكر جدا، ده يعني توفيق ربنا يعني. شكرا. مش في خلال شهر يعني هنعمل معجزات. الله يخليكي، كلك ذوق، متشكر جدا، الله يخليكي. هنكمل بسرعه على الاتصالات مش مخلياني عارف اكمل معاكم. النسبه اللي احنا قلنا عليها لما وصلنا ليه ان النسبه من 10 ل 15% بتبقى اسباب غير معروفه. الكلمه دي هنسمعها كتير قوي في الطب عامه وعندنا في امراض النساء والتوليد. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان، ومش قليلا دلوقتي بس، لا ده قليلا إلى أن تقوم الساعة، يعني العلم اللي هنوصل له بعد التجارب وبعد الأبحاث إلى أن تقوم الساعة، ساعتها هو دوت اللي هو بقى قليلة مستمر، يعني القلة مستمر. كتير قوي من الأمراض اللي بنقابلها في أمراض النساء والتوليد بتبقى غير معلومة السبب. مرض بطانة هجرة بطانة الرحم لسه كنا بنتكلم عنه، تكيس المبايض، الولادة نفسها، الولادة بتبدأ ازاي والطلق بيجي ازاي، ده نفسه كلها نظريات او حاجات غير معلومة السبب. تسمم الحمل وحدوث المشاكل اللي فيه غير معلومة، حاجات كثيرة جدا. بالنسبة لي الاشياء اللي ممكن تبقى مأثرة في تأخر الإنجاب أو الأسباب اللي ممكن نبدأها، في أسباب في الزوج، أسباب في الزوجة، وأسباب مشتركة. هنبدأ بالزوج في عجالة كده، هو مش تخصصنا طبعا، السادة الأخصائيين الذكورة مشكورين بيوضحوا لنا كل المعلومات، لكن هو باختصار كده عشان الزوج يبقى عنده قدرة على الإنجاب لازم يكون عنده ثلاث أشياء: عنده مصنع بيطلع الحيوانات المنوية، عنده مكان بيبدا يديله اوامر عشان يطلع الحيوانات المنويه دي، وعنده طرق للنقل عشان ينقل الحيوانات المنويه لمكانها الاخير. احنا هناخد اتصال ونكمل ان شاء الله. استاذ علي مع حضرتك، اتفضل. انقطع. طيب ممكن تكمل تاني يا استاذ علي ان شاء الله. بالنسبه للاسباب في الراجل زي ما قلنا ان الاسباب اللي متعلقه بالمصنع نفسه اللي هو الخصيه، ان الخصية نفسها ما تكونش قادرة على انتاج الحيوانات المنوية، او ان الخصية يبقى قادرة بس طرق النقل زي ما قلنا واقفة. نتكلم يعني الاسباب باختصار، او ان في مشكلة في المراكز العليا اللي بتدي اوامر للخصية انها تشتغل. المراكز العليا في المخ والغدة النخامية المفروض انها بتبعت اوامر عن طريق الاف اس اتش للغده انها ايه تبدا الخصيه تشتغل وتخرج لنا حيوانات منويه، وبعدين تنقلها الوسائل المختلفه في الجهاز التناسلي الذكري عشان خاطر تنتهي بعمليه وضع الحيوانات المنويه داخل المهبل. اي خلل في التركيبه ديت يؤدي الى مشكله في الانجاب. طيب احنا دلوقتي لو هنسيب الجزئيه بتاعت الزوج، لكن في بعض التنويهات كده مهمه جدا، لان احنا اللي بنقدمها للزوج مش دكتور الذكوره. يعني معلومات لما بتجي لي الست بتعاني من تاخر انجاب ببدا اقول لها
لا عايزين تحليل للزوج في الاول خالص. فممكن يروح المعمل سايب يوم من ايام الشغل بتاعته واخد اجازه ومظبط نفسه يروح المعمل، الدكتور في المعمل يقول له لا انت لازم تعمل التحليل ده بعد 3 ايام او 4 ايام من انقطاع العلاقه الزوجيه. فاحنا في معلومات كده مهمه قوي هنقولها باختصار. طيب هنشوف الاتصال ونرجع تاني. مدام ناهد اتفضلي. ايوه يا دكتور كملتلكش، دولك الدكتور عطيني منشطات استمر عليها ودولك عطيني الدوره، جاتني الدوره فات على 22 والمره دي جاتني على 27. استمر مع الدكتور ده ولا اسيبه؟ انت ناهد اللي هي اللي كنت عامله اللي كنت عامله منظار، كنت عامله منظار؟ لا حضرتك المنظار اللي انت كنت عاملاه لا اقولك ان الامعاء ملتصقه مع الامعاء ملتصقه مع الرحم والدنيا ملزقه خالص وما كملولكيش المنظار، غالبا الانابيب عند حضرتك هتبقى مسدوده. ده حاجه ما يعني هو قال بس الدكتور قال لي الانابيب سلكت واخراج البيض قال لي كويس وزين واعطيني منشطات بس ما حصلش حمل. قعدتي تاخدي منشطات قد ايه يا مدام ناهد؟ خدت كتير منشطات يا دكتور. قد ايه؟ كام سنه؟ طيب هي المفروض ان هي بعد المنظار، لو كان المنظار اللي اتعمل منظار صحيح وادى الى تسليك الانابيب، فاحنا بعد المنظار بنعمل 6 شهور متابعه تبويض وتنشيط تبويض بعد تظبيط الهرمونات بتاعتها لو كان في اي مشاكل في الهرمونات. المفروض طبعا ان لو فشل الموضوع ده بنبدا نعمل اجراءات الحقن المجهري. احنا هنكمل بنقول ان احنا وصلنا لان الزوج الاسباب بتاعته المختلفة ممكن تؤدي الى تأخر الانجاب. بالنسبة للزوج لما بيجي ونقول له روح اعمل لنا تحليل سائل منوي، احنا بننصحه ان يعمل تحليل سائل منوي ده في مكان كويس، مش شرط يكون مركز خصوبة، لو ان مركز خصوبة بيبقى افضل التقنيات عندهم اعلى، لكن مركز يكون معمل كويس وليه سمعة طيبة ومعروف يعني، وبيدينا التحاليل بالنتيجه الجديده، بلاش ساعه ونص ساعه والاشياء اللي هي المفروض ان احنا ما نستخدمهاش حاليا يعني. بننبه عليه ان هو من 3 لـ4 ايام ما يبقاش في جماع، بيروح بيديله كب الدكتور هناك، الكب ده الكوبايه ديت يستحسن ان هو يجيب العينه في المعمل. لو بيته قريب وهيجيب العينه في البيت ما يجيبهاش عن طريق الجماع عشان ما يختلطش العينه بافرازات المهبل وتاثر على النتيجه، وما نمسكش الكوبايه اثناء ما بنجيب العينه من الداخل عشان برضو ما نلوثهاش يعني ما نلوثهاش من جوه. بالنسبه لي وبنبدا بعد كده بعد ما يجي تحليل السائل المنوي بنبدا نقيم بالتقييمات المختلفه للتحليل السائل المنوي. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها برضو بالنسبه لدكاتره الذكوره اللي بينصحوا باجراء عمليه دوالي للزوج، ده شغلهم وتخصصهم مفيش مشكله، بس هم الدكاتره النفسيين بتوع الخصوبه بينصحونا ان احنا نعمل العمليه دي في مراكز خصوبه تبقى متخصصه في الجراحات ديت وبيستخدموا فيها الجراحه الميكروسكوبيه ودي بتبقى ليها فايده كبيره جدا. معانا اتصال الاستاذ علي، كان انقطع مع الاتصال. ايوه معاك يا استاذ علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت دكتور انا عندي مشكله بس صغيره بس. عندك ايه يا استاذ علي؟ مشكله صغيره بس يعني مخصر كده. مش سامع. عندي مشكله صغيره. ايوه اتفضل. عندي بس العضو الذكري نموه ضعيف جدا ومفيش انتصاب ومفيش مني ضعيف برضه. تمام ماشي يا استاذ علي. انا هرد على حضرتك حالا يا استاذ علي. هو الاستاذ علي طبعا يمكن عشان عمال بتكلم في الذكوره كتير افتكرني انا دكتور ذكوره، انا دكتور نسا ولاده بس احنا بنتكلم بس في جزئيه عن الذكوره، يعني حضرتك ممكن تتوجه لاقرب طبيب ذكوره لحضرتك. بالنسبه للحالات اللي بنقول عليها الازوبيرما، ده موضوع كبير قوي وموضوع يعني لا في شقين بقى، ده احنا متدخلين مع دكاتره الذكوره في هذا الموضوع. لو عملنا تحليل ولقينا ان السائل المنوي للزوج ما فيهوش حيوانات منويه، يعني المصنع اصلا ما بيطلعش حيوانات منويه او المصنع بيطلع حيوانات منويه بس طرق النقل مش موجوده، طرق النقل اللي هو الحبل الناقل والمسارات اللي بيسير فيها الحيوان المنوي لغايه ما يوصل عن طريق القصف للمهبل. الحالات بتاعت الازوسبيرميا
المفروض ان هي بنعمل لها عينة تشخيصية، بناخد عينة من الخصية ونشخص عشان نقدر نقول اذا كان في حيوانات منوية في الخصية تصلح، خصوصا الناس اللي هنعمل لهم حقن مجهري تصلح ان احنا نعمل لهم حقن مجهري ولا مفيش عينات ناخدها. لازم العينة اللي في الخصية دي ما تتعملش تشخيصية، يعني انا ما اروحش في مركز اعمل بس عينة عشان اشوف في حيوانات منوية في الخصية ولا لا، طب انا استفدت ايه؟ لا، لازم يبقى العينة تتعمل في مركز خصوبة عشان اخد العينة ديت اجمدها واحضر الزوجة بعد كده للحقن المجهري ونبدا نعمل اجراءات الحقن المجهري. هي بس الاشكالية دي في الموضوع ده ايه، ان احنا ساعات بنحضر الست للحقن المجهري وبناخد العينة وبتيجي في نفس اليوم اللي بناخد فيه العينة من الخصية، العينة من الخصية تطلع ما فيهاش حيوانات منوية خالص، وبعدين نعمل عملية البحث او التفتيش، وبرضه مهم قوي عملية البحث والتفتيش دي تبقى عن طريق الميكروسكوب الجراحي، لان في بالميكروسكوب الجراحي بيدور على اي انبوبة منوية منتفخة، فبيبدأ يدي فرصة اكتر لان هو ممكن يلاقي حيوانات منوية. وبعدين بعد ما بياخد الحيوانات المنوية لو لقى في حيوانات منوية بيبدأ يحقنها، لو ما لقاش في حيوانات منوية يبقى احنا شوية كلفنا الست مصاريف الحقن المجهري نفسه. احنا ممكن يعني نتغاضى عن الموضوع ده او نسهله شوية، ان احنا ما نعملش عملية سحب البويضات الا في نفس اليوم نعملها برضو، بس نأجلها لغاية ما نعمل العينة، لقينا فيها حيوانات منوية نبدأ نعمل الحقن المجهري ونكمل، ما لقيناش يبقى ايه هنكنسل الحقن المجهري، وما يبقاش عشان التكلفة يعني. بس معنا اتصال، مدام منى اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، اهلا يا مدام منى. عاوزه بس اسال حضرتك، انا كنت عملت عمليه حقن مجهري وما نجحتش. يعني حقن مجهري وايه؟ ما نجحتش؟ ما نجحتش. تمام. قبل اليوم ال 15. عندك كام سنه يا مدام منى؟ عندي 34. انا كنت عاملاها عشان انا كنت رابطه، ما كانش في عندي اي حاجه. يعني كنت عاملاها، انا مش سامع كويس، كنت عاملاها ايه؟ كنت رابطه بس. كنت رابطه؟ كنت رابطه الانابيب، كنت قصه الانابيب. رابطه الانابيب، كان فيها انتفاخات الانابيب. انا كنت بخلف عادي. معاكي عيال يا مدام منى؟ معايا بنات، معايا اربع بنات. انت عايزه ولد بقى؟ فالحمد لله انا كنت عامله كل حاجه بس ما نجحتش. عاوز اعرف الاسباب ايه يعني. عملتيها فين حضرتك؟ يعني مش فين؟ معمل في اسكندريه. يعني مركز ليه اسم وليه شهره؟ مش لازم الاسم، مفيش اسم يعني. طيب مركز نضيف في اسكندريه. طب كويس، بقالك قد ايه عامله؟ اسكندريه فيها مراكز ممتازه يعني. عاملاها بقالي يعني من يوم عملت البويضات يوم 20 وسحبت البويضات يوم 5، حقنت يوم 25 بعد اليوم 25 كام؟ حقنت يوم 25 كام؟ 25/4. تمام. سحبت البويضات 20 وعملت 25. طب حضرتك كان في اي مشاكل اصلا شخصوها لك قبل كده؟ يعني كان في اي حاجه عندك هم مشاكل في الحوض، بطانه مهاجره، كان في مشاكل في التبويض؟ لا، انا مخلفه من 4 اشهر يا دكتور. انا من 4 شهور ولا 4 سنين؟ انا مخلفه من 4 اشهر وابني مات. مخلفه من 4 شهور. جبتي ولد؟ كنت ولده طبيعي ولا قيصري؟ قيصري. والاربع بنات اللي قبل كده قيصري ولا طبيعي؟ قيصري برضه. يعني كنت عامله 5 قيصريات. طب وايه اللي خلاكي بعد 4 شهور تلجئي للحقن المجهري كده سريعا يعني؟ ما هو ابني توفى وانا ابني توفى بقى. يعني انت طب عملتي تحاليل مثلا هرمون؟ ما عملتش اي هرمون حاجه. البرولاكتين، هرمون اللبن، عملتي تحليل؟ ما عملتش اي حاجه، هم يعني شخصوني وقالوا كويسه وكده. تمام. طب انا هرد على حضرتك. انا في بص يا دكتور سؤال تاني. اتفضلي. يعني دلوقتي حافظه اجنه، هل اروح اعملها بعد قد ايه ونسبه نجاحها؟ حافظه كام جنين يا مدام؟ حافظه 10. كام؟ 10. كانوا مطلعين لي 20 بويضه. كام؟ كانوا مطلعين 20. ان شاء الله 20. كانوا مطلعين 20 بويضه. طب ونقلوا لي كام واحد؟ نقلوا لي 2 بس ذكور. قالوا لك من الدرجه كام؟ من الدرجه الاولى. والعشرة اللي مخزنينهم قالوا لك برضه من الدرجه الاولى كويسين؟ عينينهم. هم اشتغلوا في 10 عشان كنت عاوزه تحديد جنس المولود وكده. تمام. فاشتغلوا في 10 وحفظوا 10. تمام. فقول لي برضه نسبه النجاح بتاعها ايه؟ هو انا فهمت دلوقتي وجهه نظرك يا مدام منى، انت بتعملي الحقن المجهري عشان تحددي نوع المولود عن طريق الحقن المجهري، مش عشان انك انت هتتاخري في الحمل. لان انت هتتاخري في الحمل، انت لسه والده بقالك 5 شهور، والمفروض ان احنا هننتظر زي ما قلنا، ده يعتبر تاخر حمل ثانوي، لكن يمكن عشان موضوع السن وعشان انت عايزه طفل انابيب. هو الاطفال انابيب المشاكل اللي ممكن تقابلها في وتؤدي الى فشلها حاجات كثيره جدا بتتعلق بالسن، يعني سنك برضو مش عالي قوي، لكن انا انصحك ان احنا نعمل تحليل هرمون اللبن
هرمون اللبن بيؤثر في التصاق الاجنه، ولو كان في اي خلل نعالجه، ونعمل تحليل برضو الاي ام اتش الانتي ميلينال هرمون برضو بيؤثر في ويبين لنا كفاءه المبيض قد ايه، وان الاجنه دي هتلتصق ولا لا، هتكمل ولا لا. بالنسبه للانتفاخات الانابيب هي اثارت نقطه مهمه جدا. طبعا الانابيب المنتفخه نتيجه عمليات قبل كده بتبقى الانبوبه بتنتفخ بسوائل، السوائل دي بيبقى فيها ميكروبات والتهابات ويمكن تحول الى صديد. لو عملنا حقن مجهري ممكن بعد النقل السوائل دي بتنزل على الاجنه بتموتها، وبنضطر ان احنا لا لازم الانابيب دي تتقفل او تتشال خالص. فانصحك ان احنا عندنا العشر اجنة دول نعمل بس التحاليل اللي احنا قلنا عليها، وان شاء الله ربنا يكرمك في الحقن الجاي باذن الله. معانا اتصال. دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عامله العمليه حقن مجهري تمام من دلوقتي بالظبط، كنت عاملاها في 28/2. ايوه. وحملت والجنين الدكتوره قالت لي لما رحت اكشف المتابعه وكده، الدكتوره قالت لي ان هو الجنين متوفي بقاله اسبوعين. انت 28/2 ده نقلت الاجنه؟ نقلت الاجنه. تمام. وبعدين كشفتي امتى؟ قالوا لك الجنين متوفي؟ رحت بقى في الاسبوع اللي كان المفروض ان انا اكون في الاسبوع 11. تمام. الدكتوره لما كشفت السونار وكده قالت لي ده هو الجنين ميت بقاله اسبوعين. تمام. فانا مش عارفه يعني، هي لما انا سالتها قلت لها طب هو توفى ازاي؟ طب في اسباب او كده؟ قالت لي لا مفيش اي اسباب. طب انت كنت بتاخدي ادويه معينه بعد ما عملت الحقن يا مدام دعاء؟ كنت بتاخدي ادويه؟ ايوه، مثبتات والفوليك اسيد والاسبوسيد هي الحاجات دي. يعني كنت ماشيه على، وكنت بتتابعي الحمل بالتحليل الرقمي؟ ايوه كنت بحلل الرقمي. ايوه كنت حللت اللي هو التحليل الحمل الرقمي. ايوه. وهي قالت لي انها حمل في يعني في جنين واحد. تمام. فلما رحت المستشفى وحصل اجهاض، ادتني برشام وكده فتح الرحم. ايوه. فحصل اجهاض، فهي أيوة. ما كانتش قالت لي ان هي ان انا حامل في توأم. فلما الدكتوره دي عملت لي الاجهاض في المستشفى لقيت توأم. لقيت توأم واحد. أيوة. ميت صغير خالص 9 اسابيع، والتاني اكبر من اللي هو الاولاني. قالت لي ده وانا عمري 11 اسبوع. طيب حضرتك ماشي اوكي. طب عندك كام سنه يا مدام دعاء؟ انا عندي 27. وكان اسباب الحقن المجهري ايه؟ انا جوزي عنده ضمور في الخصيه، واخدنا يعني انا عملتها قبل كده. يعني اسباب في الزوج حضرتك؟ تمام تمام. تمام. انا دي ثالث مره عملتها مره، الحمد لله ربنا رضاك. معايا بنت دلوقتي عمرها 3 سنين. تمام. وعملتها مره ثانيه فما حصلش حمل يعني. تمام. ودي ثالث مره اعملها. تمام. عملتي حضرتك ان انا اعملها مره رابعه يعني ولا ايه؟ تمام. بس انت عملتي منظار رحمي؟ لا ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. طيب تمام. مجمده اجنه؟ لا، ما هي لما جت سحبت مني البويضات. طلعت كام بويضه؟ هو للاسف يعني الـ واضح ان مدام دعاء ان كانت عدد البويضات الخارجه قليله جدا، وعدد الاجنه اللي حالتها جيده او من الدرجه الاولى قليله، بدليل ان يعني هي سنها صغير وقالت لها ان احنا حقنا جنين واحد وبعدين طلعوا جنينين، كلام يعني مش مظبوط شويه. لكن بالنسبة لها أنا شايف إن هي مهمة أوي إنها تعمل منظار لعنق الرحم، اللي هو منظار رحمي أو الأوفيس هيستريسكوب، ده بنعمله في العيادة العادية خالص. بنخش بالمنظار عن طريق المهبل وبعدين عنق الرحم، ونبدأ نشوف لو في زوائد داخلية في أورام اللي فيها في أي حاجة بنتعامل معاها. فأنصحك بالمنظار ده وبعدين نبدأ نشوف هنعمل إيه إن شاء الله. بالنسبة للحالات الآزو زي ما قلنا، هو في مشكله شويه وصراع ما بين دكاتره الاندرولوجي ودكاتره النساء في نقطه الازو، بس هي ليها شويه الموضوع كل واحد يفسره بمنطق علمي ليه. الناس اللي بيعانوا من الازو
التحاليل بتاعتهم ممكن من الاول خالص ما كانوش قازوا يعني، نبدا بنعمل تحليل نبص نلاقي كان 30 مليون بعدين بقى 20 بقى. ودي بتبقى مهمه قوي، ان انا لو شفت واحد جاي لي في العياده اول مره اشوفه وطلبت له تحليل ولقيت تحليله 5 مليون، قبل ما اقول له اي حاجه وقبل ما اقول لمراته كذا ولا هنعمل اي حاجه، اجري على مركز خصوبه خزن شويه الحيوانات المائيه دول ما تلاقيهمش تاني. احنا البارامترز او المقياس بتاع السائل المنوي وجودته ده بيبقى ليه حاجات معينه، الرقم عدد الحيوانات المنويه، درجه اللزوجه القلويه والحموضه، درجه الحركه، الاجسام المشوهه فيه. الارقام دي متغيره على مر السنين، يعني كل ما بنكتشف حاجه جديده بنضيفها للارقام وغالبا بتتناقص الارقام دي. يعني زمان كنا بنقول لازم يبقى فيه 40 مليون، بعدين قلنا 30 مليون، بعدين نزلت ل 20 مليون، قريبا 15، اقرب حاجه بقينا 12 مليون نقول ان هو ممكن عنده قدره على ان هو ينجب. نفس الحكايه التشوهات، التشوهات كانت في الاول ما المفروض ما تزيدش عن 20%، لا زادت بعد كده بعد فتره من الوقت لا ممكن مقبول 40%، لا ممكن مقبول 50%. يمكن اخر مؤتمر موجود في اتعمل في مركز الاسلامي بطب الازهر سنة 2012 شهر 12 تقريبا بالتنظيم مع منظمة الفيجو، قالوا ان ممكن نسبة التشوهات توصل ل 96% وينجب. هو كلمة ينجب ولا 96% ولا العدد 12 و15 دي مش حاجات بيقولوها وبس، دي حاجات بيقولوها عن طريق دراسة، عن طريق حالات بيتابعوها، بيبرز بتتقدم، بيشتغلوا ناس بيشتغلوا يعني. فاحنا المفروض ان احنا ناخد بيها. المنطق بيقول يعني بعض مراكز الامراض الذكوره بيعملوا دوالي للناس اللي عندهم ازو، هم ليهم منطق. ما هو احنا بنعمل لهم الدوالي وفي ناس منهم جدا بيحصل لهم حمل، هو ممكن يكون منطقهم اللي هم مقتنعين بيه سليم، بس انا كطبيب انا بتعامل عن طريق اللي وصل للعلم. الارقام اللي بتتدنى نسبه التشوهات تبدا نقبلها بدرجه اعلى، الارقام بتاعه الحيوانات المائيه نبدا نقبلها باقل باقل، ما احنا وصلنا لغايه 12 مليون مقبول. ما هو ممكن بعد هم يكون لهم رؤيه بعد 50 سنه هيبدا بعد 50 سنه هيبدا يبقى في يقول لنا ده ممكن الازو ده يجي فتره من الفترات الخلايا المنويه بتنشط ويبدا ما يبقاش ازو فيحصل حمل ويرجع تاني للازو بتاعه وهكذا. لكن انا يجب عليا ان انا اخد باللي احنا وقفنا له لغايه دلوقتي، انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يوصل بعد كده يعني الفتره اللي بعدها. هو المفروض ان الوقت خدنا شويه بس احنا ممكن نلحق نتكلم عن الاسباب المشتركه اللي بتجمع بين الزوج والزوجه عشان نبقى خلصنا من الزوج خالص، وبعد كده ان شاء الله لما نوصل في الحلقات الثانيه نكمل على نكمل الزوجه ونبقى ما نتكلمش في الموضوع الزوج تاني عشان دكاتره الذكوره ما يزعلوش مننا يعني وهم اساتذتنا. الحاجات المشتركه اللي هو الجماع نفسه، الجماع العدد الايام اللي بيحصل فيها جماع المفروض ان هي ما تبقاش متباعده قوي. لو كانت متقاربه قوي برضو بتاثر على الحيوان المنوي وكفاءته في ان هو يقدر يخصب البويضه. المشاكل اللي بتحصل نتيجه الالم اثناء الجماع ده طبعا ما يمنعش حمل الا اذا كان الالم رهيب لدرجه انه ما بيتمش الجماع من اساسه. كمان المشاكل اللي هي بتبقى في الخصوبه بتاعه الزوج، يعني ممكن زوج خصوبته ضعيفه لكن طبيعي وزوجه خصوبتها ضعيفه لكن طبيعيه، لما يتجوزوا ما يخلفوش، لو كل واحد فيهم اتطلق واتجوز ممكن يحصل الانجاب. والاجسام المضاده اللي بتبقى موجوده ضد الحيوانات المنويه للراجل بتبقى موجوده في السيده وممكن تبقى موجوده في السائل المنوي نفسه، اجسام مضاده للحيوانات المنويه وبتبقى متركزه في عنق الرحم. هو الجزئيه بتاعه عدم الانجاب في الراجل جزئيه مهمه جدا بتهمنا على اساس ان هي احنا اول ناس بنقول للزوجه لا هاتي لي تحليل سائل منوي، جوزك يروح في الحته الفلانيه جوزك، فمهم قوي يبقى في تنسيق ما بين اطباء النساء واطباء الذكوره للخروج بالزوجين لحاله افضل ويبقى معاهم بيبي يفرحوا بيه. ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله هنكمل معاكم ونواصل
الجزء بقى الخاص بينا وبشغلنا. يمكن احنا اتكلمنا على مشكله الانجاب في الذكوره اكتر ما ندخل في شغلنا الاساسي. هوعدكم ان احنا باذن الله هنكمل ونتكلم على تاخر الانجاب في المراه واسبابه وطرق علاجه واكتشافه. والوقت مر بسرعه. انا سعدت ان انا اكون مع حضراتكم، وباذن الله في ميعادنا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الى ان القاكم. اتمنى لكم كل صحه وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.